أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة مصر الرقمية بشكل رسمي. يأتي ذلك إيمانا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة، وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا منا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة، وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري، على بركة الله أعلن إطلاق الرسمي لمنصة مصر الرقمية.